مرحبا مجددا. ما بعد التقاعد، كيف يتجاوز الأشخاص العزلة والفراغ؟ وبعد سنوات من العمل الجاد والتفاني يأتي الوقت الذي ينتظره الجميع وهو التقاعد، ومعه يأتي أيضا السؤال المهم: كيف يمكن للأشخاص تجاوز العزلة والفراغ والاستمتاع بحياة مليئة بالمعاني والأهداف الجديدة؟ طبعا في فقرتنا النقاشية متابعينا سنكتشف سويا رحلة ما بعد التقاعد وكيفية تجاوز التحديات التي يمكن أن تواجه الأشخاص في هذه المرحلة المهمة من حياتهم، وما هي الأفكار أيضا التي يمكن أن تساعد الأشخاص المتقاعدين على تجاوز العزلة والفراغ وكذلك استغلال هذه المرحلة لتحقيق السعادة والتوازن، مع ضيفنا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ معاذ الصوفي، باحث ومدرب في التنمية وبناء السلام. صباح أهلا وسهلا الخير. فيك. صباح النور. أهلا وسهلا أختي حنان. أهلا وسهلا حمير. صباح الخير. يا مرحبا. صباح الخير على جميع المشاهدين. يا مرحبا فيك سيد معاذ، منورنا. إذا في هذا الصباح سنناقش إحنا وأنت موضوع مهم إذا للغاية، فترة ما بعد التقاعد. فبداية، كيف يمكن للأشخاص الذين يتقاعدون التعامل مع الشعور بالعزلة والوحدة بعد انتهاء حياتهم المهنية؟ مرحبا أخي حمير. فعلا هذه قضية مهمة جدا، وبالذات الآن في ظل الأوضاع التي نعيشها. فكرة التقاعد ابتداء تعني أن الإنسان الذي كان يعمل في مؤسسة ما، في منصب ما، أصبح الآن يرى نفسه أنه بلا عمل وبلا وظيفة. كان في الماضي الإنسان يعمل في مزرعته الخاصة، في عمله الخاص، ولا يتقاعد إلا إذا أصابه المرض أو إذا أصابته الشيخوخة الكبيرة جدا التي تقعده عن العمل. لكن الآن في ظل الوظائف الموجودة في المؤسسات الرسمية، كان لابد من وجود توازن ما بين كبار السن وصغار السن الذين قدموا إلى سوق العمل، فلابد أن يكون هناك توازن. المتقاعد طبعا يشعر بأنه بعد أن فقد وظيفته أنه أصبح الآن يعيش وقت وجو كبير جدا قد يشعره بالملل والاكتئاب. لابد له من أن يضع لنفسه برنامجا، لابد له من أن يضع لنفسه خطة ليخرج من هذا الجو الذي كان يعني هو يعيش في جو ربما مليء بالحيوية والنشاط والعمل والعطاء والبذل وإلى غيرها من الأمور. ينبغي أن يخرج بعد هذا العطاء كله إلى عطاء آخر وإلى رحلة جديدة، ويعتمد ذلك على القناعات التي موجودة عند الشخص المتقاعد. طبعا بعد أن يترك الإنسان عمله يشعر بأنه بدأ ينعزل عن المجتمع، بدأ ينعزل عن الحياة العامة بشكل واضح، بدأ يشعر بأنه أصبح لا يوجد له قيمة في الحياة أو لا يوجد له مكانة حقيقية. لكن لابد له أن يخرج من هذا الشعور الكلي بحياة جديدة، بخطة جديدة، بوقت لابد أن يديره بشكل جيد. جميل. بخروجه عن التقاعد والبحث عن الأشياء الجديدة، طيب نتكلم عن أهمية اكتشاف هوايات جديدة بعد التقاعد سيد معاذ، وكيف يمكن أن تساعد في تعزيز الرفاهية العامة للأفراد؟ جميل. بالنسبة للمتقاعد طبعا هو ينبغي أن يخطط لحياته ما بعد التقاعد قبل أن يتقاعد. يعني نحن مشكلتنا أنه لا يعني لا ننتبه للكثير من الأمور إلا بعد أن يقع الفأس في الرأس كما يقال. عندنا مثل مأثور يقول: أكثروا من المهن تنجو من الفقر، أو أكثروا من الحرف تنجو من الفقر. هذا المثل بالتحديد يجسد الواقع المواطن بشكل عام، والإنسان الآن في ظل الأوضاع الموجودة الآن لا يستطيع الإنسان أن يعيش بمهنة واحدة أو حرفة واحدة أو أن يعيش بمصدر دخل واحد. لابد أن ينوع أساليب ووسائل وطرق مصادر الدخل المختلفة حتى يستطيع أن يعيش. ولذلك كثرة المهن، كثرة الحرف، سواء المهن أو الحرف التي قد تمارس من داخل البيت أو من خارج البيت، أو أن ينضم لسوق العمل مع مثلا القطاع الخاص أو الجهات التجارية، هذه الأمور كلها ستساعد الذي وصل إلى سن التقاعد أو بلغ مرحلة التقاعد وخرج من العمل
أن يجد بيئة جديدة، أن يجد سوق عمل جديد، أن يجد مجال آخر جديد، أيضا يعينه على إضافة مصادر دخل جديدة، لأنه الراتب التقاعدي يصبح ضئيل جدا بعيد عن الحوافز والمكافآت والمبالغ التي كان يحصل عليها في ظل الوظيفة الرئيسية. فالهوايات الجديدة، حتى مش فقط المهن والحرف، حتى الأنشطة المختلفة، يعني ممارسة الكتابة، مثلا الرسم، هذه الأمور أحيانا قد تجد لها طريق في سوق العمل ويجد نفسه يعمل على إضافة مصادر دخل جديدة. تفضل. إذن سيد معاذ، هذه دعوة منك لكل المتقاعدين على الاستمرار في التعلم واكتساب المهارات الجديدة، ما قد يحافظ حتى على الحيوية العقلية عموما، وسيساعد على تخطي مرحلة الزهايمر وهذه المشاكل كلها اللي عادة في هذا العمر بيكون الأشخاص عرضة للإصابة بهذه الأمراض. اكتساب المهارات الجديدة أكيد ستساعدهم على التخلص من الكثير من الأمراض. ولكن سيد معاذ، ما هي الخطوات الهامة إذن التي يجب أن يتخذها الأشخاص المتقاعدين لتحقيق الأهداف والأحلام الجديدة في مرحلة ما بعد التقاعد؟ لديهم وقت فراغ طويل جدا. صحيح، هو المفترض للمتقاعد كما ذكرت سالفا أن يبدأ للتخطيط لمرحلته الجديدة قبل أن يصل إلى مرحلة التقاعد. لكن وإن كان لم يدرك هذا التخطيط أو هذا الكلام، لابد له أن يبدأ مباشرة بعد مرحلة التقاعد. يبدأ أولا بأن يرسم له أهداف محددة وواضحة، ما الذي يريد أن يفعله بالوقت المتاح الآن له. يعني المتقاعد على فكرة لا يعتبر عبء على المجتمع، بل بالعكس، المتقاعدين هؤلاء ينبغي أن يكونوا ثروة غير عادية في المجتمع، لأنهم أصبحوا يمتلكون خبرات غير عادية في المجتمع. هم وصلوا إلى مرحلة من العطاء والعمل تمكنهم أنهم امتلكوا خبرات كبيرة جدا. فينبغي له أن يخطط بماذا سيعمل أو ماذا سيفعل بهذا الكنز الذي يمتلكه، الثروة من الخبرات، الثروة من العلاقات، الثروة من العطاء الذي قدمه سابقا، الثروة من المكانة المجتمعية التي يمتلكها. ينبغي أن يضع أهداف دقيقة محددة، ثم بعد ذلك يبدأ بترتيب أولوياته ويخطط كيف يستطيع أن يحقق أهدافه بشكل جيد. يضع لنفسه أهداف في كثير من المجالات. هو الآن أصبح لا يرتبط بدوام وظيفي يقيده. البعض يرى أن الدوام الوظيفي قيد، ويعني كما سمعنا في مرة من المرات دكتور طارق سويدان يقول الوظيفة هي العبودية الجديد، هو الرق الجديد. فالحمد لله أنت تخلصت من الرق، تخلصت من قيودك، الآن أنت أصبحت فري، أصبحت حر. ينبغي أن تنطلق لكل مجالات الحياة، ينبغي أن تبدأ ترمم العلاقات الاجتماعية والأسرية التي كانت في وقت عملك يعني قد شابها شيء من التمزق أو شيء من التكدر. ينبغي أن تبدأ بأن تنقل خبراتك للآخرين، أن تصبح أنت منبع ومصدر لنقل الخبرة للآخرين. حتى الموظفين الجدد أو الموظفون الجدد في كثير من المؤسسات لا يعلمون ولا يدركون تفاصيل الأعمال التي هم قادمون عليها. تستطيع أنت هذا المتقاعد أن ينقل خبرته وثروته التي يمتلكها لمؤسسات، سواء في القطاع الخاص أو في القطاع التجاري أو حتى في شركته الخاصة، إذا أراد أن يكون مجموعة جديدة أو شركة خاصة أو قطاع خاص له، أو حتى المشاريع الصغيرة، ويبدأ بتكوين فريق ينقل لهم خبراته لينطلقوا لأولاده لأقاربه. هذا المتقاعد أصبح يعني ثروة في نقل المعلومات للآخرين، في استغلال أيضا علاقاته السابقة في كيف أنه يبحث عن مصادر دخل جديدة وهكذا. فأنا أعتقد أن التقاعد فرصة للانطلاق لحياة أوسع وأرحب من ضيق الوظيفة التي كانت تقيده بدوام رسمي وراتب بسيط. فتسعة أعشار الرزق في التجارة كما يقال. صحيح سيد. تفضل يا أختي حنان. صحيح. طبعا في شتى مجالات الحياة المختلفة، يعني احنا دائما بنواجه صعوبات، دائما بنواجه تحديات. برأيك التحديات التي يمكن ان تواجه الاشخاص في مرحلة ما بعد التقاعد، وكيف يمكن تجاوزها سيد معاذ؟ صحيح، التحديات هي طبعا هي الجزء الاهم في حياة المتقاعد وكيف يتغلب عليها. كما قلنا سابقا، احنا كنا نتكلم قبل قليل عن المتقاعد ربما المفترض أن يكون نموذجي أو مثالي ويبدأ مبكرا في التخطيط لحياته فيما بعد التقاعد. لكن الأشخاص الطبيعيين أو العاديين الذي ربما ما استطاع أو ربما ما بدأ يفكر لمرحلة التقاعد وما بعد التقاعد، سيواجه تحديات وصعوبات كثيرة جدا، أبرزها الفراغ والوقت. الفراغ والوقت هذا
قاتل جدا بالنسبة للإنسان، يعني ربما يصيب الإنسان بمشاكل نفسية وصحية كثيرة جدا إذا لم يحسن استغلال هذا الوقت أو الفراغ. الفراغ هو تحدي كبير جدا للمتقاعدين. الجانب المادي أيضا، لأنه المتقاعد أصبحت رواتبه أو راتبه قليل جدا، تنزع منه كثير من البدلات والمكافآت والحوافز التي كان يحصل عليها، فيصبح راتب ضئيل. وحسب الإحصائيات عندنا أنه أو الأرقام عندنا، راتب المتقاعد لا يتجاوز، متوسط راتب المتقاعد لا يتجاوز 40,000 ريال يمني، يعني إذا قسمناها يوميا تطلع 1300 ريال، يعني دولار واحد هذا في اليوم. وإذا كان عدد أفراد الأسرة لا يقل عن 5 أفراد، يعني أقل من ربع دولار للشخص الواحد. هذا أيضا تحدي كبير، أصبح الآن هو في سن قد كبرت أسرته، كبرت احتياجاتهم التزاماتهم، فيواجه تحدي كبير ما بعد التقاعد، أنه كيف يغطي هذه الأعباء الاقتصادية والالتزامات المالية. تحدي آخر أيضا أسري، أصبح لديه وقت كبير أو متاح داخل البيت، ويصبح كأنه هذا المتقاعد عبء على أسرته، ويبدأ في التركيز على كثير من القضايا المنزلية أو الجزئيات المنزلية. هذه الأشياء ليش ما كانت في مكانها الصحيح، هذا ليش ما ترتبوش، مع أنه سابقا كانت الأمور تسير بهذه الوتيرة، لكن هو لم يكن يركز عليها لأنه معه وقت كبير جدا مشغول في الوظيفة الرسمية في وقت الصباح أو في وقت النهار، في بداية النهار، في المساء مع كثير من أقرانه الموظفين أو زملاء العمل، ويعود إلى البيت في وقت يعني متأخر أو في أوقات لا يركز فيها كثير على مشاغل البيت. هو في يعني ما عندوش أيضا حتى الطاقة الكافية أنه يركز على كثير من الجزئيات الموجودة في البيت. هذه تحديات كثيرة قد تسبب أيضا مشاكل أسرية له في حال أنه أصبح شديد التركيز على قضايا المنزل والأسرة أو البيت، ولا يعني يديرها بشكل جيد. تمام. كيف يواجه هذه التحديات؟ لابد له من أن يستفيد من وقته بطريقة جيدة كما ذكرنا سابقا. طيب سيد معاذ، الزملاء في يمن، شباب في مدينة تعز، نزلوا للشارع اليمني وعملوا استطلاع بسيط، خلينا نشوف رأي الناس حول هذا الموضوع ثم نعود لاستكمال حوارنا معك. يشعر العديد من الأشخاص بالعزلة والفراغ بعد التقاعد والتوقف عن روتين العمل الذي استمر لعدة سنوات، وهذا قد يؤثر على حالتهم النفسية، فكيف يمكن تجاوز الأمر؟ سنتعرف على ذلك في هذا الاستطلاع. أنت تعرف ناس تقاعدوا؟ أعرف ناس تقاعدوا. إيش فعلوا بعد ما تقاعدوا؟ بحثوا عن أعمال تليق بمستواهم، بمستوى سنهم ومستواهم وقدراتهم المتواضعة بعد سن التقاعد. بحثوا عن أعمال وفعلا يمارسون أعمالهم، أعمال خفيفة لا تؤثر على أجسادهم من ناحية إتعابها أو الإرهاق، وبالعكس تقضي على أوقات الفراغ التي ممكن أن تؤثر عليهم وتدخلهم في حالات نفسية. في حالة تقاعد ربما أنا أكون قريب جدا للتقاعد، إنما يعني أي إنسان هوايته القراءة والمتابعة ممكن أنه يقضي أوقات جميلة جدا في حكاية القراءة وفي حكاية يعني المتابعة الثقافية بشكل كبير جدا، بيحس بسعادة كبيرة. الوالد حاليا متقاعد، أغلب وقته يعني كيف يمضي وقت فراغه اللي هو يتابع الأخبار السياسية بالسوشيال ميديا أو بصفحته، سواء بصفحته الشخصية أو أنه يتابع الأخبار بشكل يومي وبالساعات يعني. فشغفه كان قديما بالمجال السياسي، أحس أنه الآن زاد بشكل مضاعف. ممكن يتجاوزه بأعمال حرة، كيفتح له دكان أو كذا، هذا اللي ممكن يستخدمه بعد فترة التقاعد. يتجاوز العزلة بعد التقاعد، مثل عمي هو تقاعد وبعدين كان يروح يلتحق بنادي رياضة، يعني يلتحق بنادي رياضة وكان يروح يتنزه أو يمارس مهاراته مثل القراءة، ويحب القراءة ويعني ويألف كتب كذا ويقرأ الشعر، كان يقرأ كتب أو يلتحق بأي نادي مثلا ينمي مهاراته، كمان الرسم يروح يرسم وكذا. ممارسة المهارات والهوايات، الاطلاع، الخروج والتنزه، خلق شغف جديد، هذا هو الذي يقضي على الملل والعزلة الذي تحدث بعد التقاعد كما جاء في الاستطلاع. أصالة رزاز لصباحكم أجمل. يعطيك ألف عافية الزميلة أصالة رزاز على هذا الاستطلاع المتميز جدا من تعز، يعطيهم ألف عافية كل المشاركين، وكأنهم اتفقوا على كلام السيد معاذ بأنه يجب ممارسة الهوايات، الرسم، حتى الاطلاع والتعارف كما كنت تكلمت سيد معاذ بتوسعة
المعارف والعلاقات الاجتماعية. طيب يعني سيد معاذ، ما هي الفوائد النفسية والاجتماعية للمشاركة في الأنشطة التطوعية بعد التقاعد، وكيف يمكن للأشخاص المتقاعدين البحث عن فرص التطوع المناسبة لمهاراتهم وخبراتهم؟ جميل، أنت طرقت بقيت سؤال أنطلق منه من دراسة صحية وطبية. كلنا طبعا نؤمن بأن الآجال والأقدار بيد الله عز وجل، لكن هناك دراسة طبية نفسية تقول أن المتطوعين في الأعمال المجتمعية والخيرية أكثر الناس يعني أو أطول الناس أعمارا وأطول الناس يعني في العمر الصحي، يعني حياتهم الصحة أو الصحة النفسية عندهم أفضل بكثير جدا من غيرهم، لأنه متعود على العطاء، وبالذات الناس الذين يشتغلون في الأعمال الخيرية والتطوعية. الجانب النفسي عندهم في تصالح مع الذات، تصالح مع النفس، وعادة الإنسان وبطبيعة الإنسان يشعر بارتياح نفسي بعد العطاء. حتى الأشخاص الذين يقدمون تبرعات أو صدقات أو بنية خالصة يشعر بعدها بارتياح نفسي غير عادي. وحسب قوانين يعني الطبيعة وقوانين الله عز وجل في الأرض، أن الإنسان الذي يعطي يعود عليه هذا العطاء بخير لابد، يعني أن سواء في صحته النفسية أو في كثير من حياته أو في أن الله عز وجل يعوض خير، لأنه ترك أو يعني أعطى هذا الوقت والجهد لله عز وجل وللأعمال الخيرية. ولذلك الجانب النفسي، الجانب الصحي، حتى أيضا الذي يمارس الهوايات المختلفة في ظل أو في وقت التقاعد مثل الرياضة، كما يقال العقل السليم في الجسم السليم. فالناس الذين يعني أيضا يمارسون الرياضة يعني يصبح ذو تفكير جيد، حكيم، رزين. وكثير من الرياضيين ربما تجد ما تزال بنيتهم الجسدية وصحتهم النفسية، بل يعني أنه يخلو من كثير من الأمراض بسبب ممارسته للرياضة، لأنه الإنسان الذي يترك كثير من الهوايات المختلفة يتجه إلى ربما ممارسة أنشطة قد تعود سلبا على صحته سواء النفسية أو البدنية، يعني قد يتجه إلى مجالس القات، مجالس الشيشة، مجالس أخرى تضر بصحته أكثر. لكن الإنسان الذي يمارس أعمال تطوعية، أعمال خيرية، ممارسة الرياضات، الزيارات، نشر الأجواء الإيجابية للآخرين، العطاء، هذه كلها تعود إيجابا على صحة هذا الإنسان ويصبح شخص نموذجي في المجتمع. صحيح. إذن الأستاذ معاذ الصوفي باحث ومدرب في التنمية وبناء السلام، شكرا لك. ألا شكرا جزيلا لك سيد معاذ، يعطيك ألف عافية.